صباح السعادة مشاهدينا، ورجعنا لكم لآخر فقراتنا في هذا الصباح، وراح نختمها مع الفنون. الفن التشكيلي هو نوع يعبر فيه الفنان عن هدف أو رسالة معينة. بعض الفنانين يمكن توجهوا للعديد من أنواع الفنون، سواء الرسم على اللوحات أو الجرافيك، وأيضا العديد من الأمور الخاصة بالطباعة، عشان يعبرون عن بعض الرسائل التي تهم أفراد المجتمع، واللي ممكن تطلع بعض الأفكار بالفن الجمالي والإبداعي. حمدة، في أشخاص ما تمت في نوع واحد من الفن التشكيلي، لكن أيضا نوعت وعددت وغيرت. صحيح، دائما ما نتساءل زينب عن هذا الموضوع، كيف من الممكن نحن نكون ملمين أكثر في تطبيقنا لهذه الفنون المختلفة. لذلك نتذكر نتحدث أكثر عن هذه الفنون اللي أنت ذكرتيها مع ضيفتنا الآن، الفنانة التشكيلية مي زهير. صباح الخير مي. صباح الخير. صباح الخير. يعني ما يمكن ذكرت زينب أن في بعضنا أو بعض الفنانين دائما ما ينتقلون من فن إلى آخر. اليوم إحنا عندنا في الاستديو فن الطباعة موجود، وأيضا الرسم على اللوحات، ونتحدث عن فن الجرافيكس. كيف قدرتي كفنانة تشكيلية أن تنتقلين من فن إلى آخر، علما بأن هذه الفنون مختلفة؟ في الأول في الآخر الفنون يعني بتصب في نفس المكان، يعني كل شيء بيبدأ بسكتش، بيبدأ بنقطة وبعدين لاين ونبدأ بالخطوط. فأنا كان تخصصي فنون جميلة، قسم الجرافيك. ففي الأول بندرس كل شيء، بندرس الحفر والطباعة، بندرس النحت، بندرس التصوير الزيتي، الرسوم، غير كل الأنواع. صحيح. فبعد كده بنبدأ إن إحنا نتخصص. تخصصت جرافيك، وبعد كده تاني في التخصص في رسوم متحركة وفي تصميمات مطبوعة. يعني ما نوعت شوية في التخصصات بالضبط. الطباعة لجرافيك لرسم. كلمينا شوية عن الفن التشكيلي مي، والأهداف أو الرسائل اللي تحملينها من هذا الفن التشكيلي إلى العالم. في الفن التشكيلي أنا شوية ما بكونش استك بنوع واحد بس، زي ما قلتوا يعني شوية أحس نفسي أن أنا عايزة أعمل بس ألوان وتجريد ورسومات تجريدية، فببدأ أن أعمل زي الفلويد بينتينج. أحياناً تانية بنتقل للحفر والطباعة، فالحفر والطباعة زي اللاينو كات، الحفر من الزنك بليتس دوت بيبقى اسمه بيكون حفر بارز، لكن الزنك بليتس بتبقى حفر غائر زي بالضبط الاوراق العمله الورقيه. صحيح. نفسها، فده بيكون حفر من الزنك. فانا شويه احيانا بعمل الانواع ديت، وبحكم شغلي طبيعه شغلي كمعلمه رسوم وتصميم بعلم البرنت ميكينج اللي هو دوت، بدرس كمان الرسم، البينتينجز، كل الحاجات دي. في الورش اللي بدخلها او المعارض الفنيه ببدا ان انا اعمل حسب الستايل او حسب الجو العام انا حاسه ايه وايه اللي انا عايزه اعمل. يعني يمكن الان احنا عندنا في الاستديو خلينا نقول تطبيق للرسم، ولكن بطريقه مختلفه عن الاخر. يعني في الرسمه موجوده عندنا هي تطبق خلينا نقول التراث في دوله الامارات. حثينا عن هذه اللوحه اكثر. مظبوط. هي اللوحة دي عملتها بعد معرض كنت عاملاه في دبي ديزاين ديستريكت، فكان عجبهم الستايل تبع شغلي، وبعدين كان بشكل خاص قالوا لي ان انا عايزين نعمل حاجة زي كان فاشن ستور، وعايزين حاجة تدل على الطابع الإماراتي، وعايزين سيدة بالعباية. فأنا لقيت في اللي هو البرقع دوت أكتر حاجة كانت مشهورة في التراث، بدأت أبحث عن بعض الصور، وكان في فوتوغرافر مصور اتنين شخصيتين. فديت لوحة كبيرة تقريبا 3 متر في مترين في تاور هنا في دبي. أول حاجة بعملها علشان أوصل لإني أعمل حجم كبير إن أنا بعمل دايماً إسكيز مصغر بجرب فيه، فدوت كان الإسكيز، عملت شخصية واحدة بس منهم، فتلاقيه سكتشي يعني في الأطراف وفي النهايات مش كاملة. مظبوط، لإني بحس إن أنا خلاص أم ساتسفايد وهو ده اللي أنا عايزاه، أوكي فاين ما بكملش وببدأ إني أدخل في اللوحة الكبيرة. يعني حلو ما تبدأ يعني بالشيء أو النموذج نقول البسيط الصغير، بعدين تبدأين تطبقينها على اللوحة الكبيرة. ما هي لو تكلمينا أكثر عن اللوحة هذه الثانية؟ نفسها بالضبط. هي نفسها اللوحة صحيح؟ هي شو الألوان اللي استخدمتيها فيها اللوحة؟ هي ألوان أكريليك، بنسميها أكريليك بينتينج. وفي ديت أنا ما عملتش إنه كل الرسم ملون، أنا عملت الستايل زي مونوكروم اللي هو الفيجر نفسه أو السيدتين أبيض وأسود، وخليت البرقع بس والخلفية شوية فيها جولدن كولر علشان أغير فيه.
وفي البرقع حطيت كمان ملمس اللي هو ورق الذهب، فدوت انا لزقته لزقه وبدات ان هو يبقى بوبد اب اكتر ويبقى اللوحه كلها يبين يعني كل شيء لون مميز عشان تركزين على البرقع او هذا الموروث التراثي الثقافي بدوله تبقى الفوكس عليه. صحيح. يعني مي احنا عارفين ان من خلال السكتش اللي تسوونه قبل اللوحه الاصليه دائما نشوف في تغير بسيط في اللوحه، ليش يطرأ بعض او على الفنان يغير من السكتش للوحه الاكبر او اللوحه اللي ممكن يشارك فيها في بعض المسابقات؟ ليه بيغير من دوت لدوت؟ احيانا while working بتحس ان مش هو دوت اللي انت عايزاه بالضبط. صحيح. بتحس ان هو لا انا هغير حاجه فيه، في حاجه ناقصه، في حاجه عايزه ازودها، عشان كده هو دوت زي بارت من الشغل ان لازم تكوني عامله حاجه مصغره سكيز او سكتش صغير تتاكدي هل دوت انا ساتسفايد، هل دوت اللي انا عايزاه ببدا انفذه او اعدل عليه. فمن هنا بتبدا الخطوات العمل. مين تتكلم شوي عن الطباعه وشو الافكار اللي تحبي تطبقينها في هذا النوع من الفن او في هذا المجال؟ الطباعه بشكل عام هي بنحتاجها في كل حاجة في حياتنا، فعادة إحنا كفنانين بنعمل الطباعة لوحات فنية كبيرة وبنطبعها نسخ كأنها لوحة، وهي بتبقى طباعة متعددة. المميز في الطباعة عن الرسم أن الطباعة بتعملي نسخ متعددة، الرسمة هي رسمة قطعة واحدة وانتهت، لكن الطباعة بتعملي نسخ كتير جدا. فاللي أنا عملته مختلف المرة دي أن أنا بدل ما أعمل لوحات كلها طباعة ودوت يعني اللي تعودت أن أنا أعمله، بدأت أن أنا أفكر طيب إحنا ليه ما نعملش منها صغير، مجسمات صغيرة أو قطع صغيرة، ونبدأ نعملها على شنط على ورق ونعملها زي هدايا بدل ما أروح وأضع. يعني سويتها على أشياء أصغر؟ آه على أشياء أصغر. يعني ما يذكرين أو عارفين أكثر عن المادة المستخدمة في الطباعة، هذه المادة اللي الحين بإيدك كيف من ممكن تم عليها الحفر وشو هي أصلاً هذه المادة؟ أوكي، دي اسمها لاينو كات، ده اسمه حفر بارز. الحفر البارز بنستخدم فيه التولز دي، بتبقى عبارة عن حرف اليو وحرف الفي، واسع وضيق. وبعدين بنبدا ان احنا اول حاجه خالص قبل دوت للحفر، بس علشان اوصل لمرحله الحفر المفروض ان انا اعمل زي ما قلت قبل كده سكتش. فدوت مثلا سكتش انا رسمته حسيت ان هو عاجبني، ولو حد هاوي او ما يعرفش ازاي يرسم ممكن يطبع ورقه او يجيب وحاجه مرسومه. يعني عشان بس ما نفهم بالطريقه الاكبر، يعني الرسمه هي بدايه وبعدين انت من الرسمه تحاولين ان تسوينها على شكل سكتش اخر. بالضبط. يعني الرسمه هي اولا من الحفر، بدايه الحفر. مظبوط. اول خطوه خالص ان انا اعمل الرسمه بتاعتي، اعمل السكتش. بدات ان انا اشتغلته، عملته، جردته لان هو يكون لونين بس، وبعد كده اتاكدت ان هو جميل، عايزه ازود الوان بزود الوان. بس اول حاجه ان انا اجرده بخطوط رفيعه تناسب الحفر، لان الحفر زي ما قلت هو بس يو وفي، بس لازم تكون عباره عن خطوط، مش هينفع اعمل مساحات الوان كتير وحاجات كده ما اقدرش اطلعها بالخامه اللي معايا. صح. لان اللاينو برده هو زي الرابر، فممكن الحفر البارز دوت يكون على الخشب، على اللاينو كات اللي هو دوت، بس الخشب شويه عشان انا بدرس معلمه رسم. مي الحين الطباعه شو اول خطوه راح تبدين فيها؟ خلاص خلصتي الرسمه وصار النموذج عندك جاهز، كيف راح تبدين الحين في الطباعه؟ بنعمل الرسمه وبعد كده بناخدها على ورق شفاف، اطبعها على انزلها على اللاينو كات بتاعي، وبعد كده ببدا ان انا احفره بالتولز اللي معايا. في انواع مختلفه من التولز. خلاص انا حفرته، انا جبت بس عشان الوقت جبت. صحيح. انا ايه حاجه محفوره، انا حفرت الشكل بتاعي بالخطوط اللي انا اوريدي نفذتها هنا، بعد كده ببدا ان انا عايزه اطبعها. صحيح. بكون هو جاهز نظيف، ما فيهوش رايش، يعني ما فيهوش انسجه ولا اي حاجه، اتاكدت ان هو تستخدمين نفس لون النموذج؟ نفس اللون صح؟ استخدمت المرة دي نفس اللون، ممكن بأي لون بس أنا جبت نفس اللون ده. صحيح. بنحفر كل القطعة، العالي دوت أو البارز بيكون اللي بيلقط اللون، أما الغائر دوت بيكون أبيض أو لون الباك جراوند عندي، القطعة نفسها. فخلاص هو دوت النسخة معايا، وأنا حفر وأنا رسمت وطبعتها هنا أو عملت لها كابينج أو تريسينج، بدأت إن أنا أحفرها بالقطع اللي معايا، بعد كده ببدا اخد اللون. عادة تملين الهاي يعني باللون عشان تبداي تطبعين الرسمه؟ بس مش بمليها، بوزعها هنا وبعد كده اخدها مظبوط اللون، مملي مظبوط اللون دوت. عاده المفروض يكون انك، المفروض يكون حبر
أو ألوان أكريليك أنا استخدمته علشان لس ميسي ما يعملش حكاية كبيرة، بس عادة المفروض إن هو يكون حاجة ما بتطلعش بالمي. صحيح. ثابت. صحيح. مي وانت تسوين، يعني احنا شفنا من خلال منصات التواصل الاجتماعي دائما ما يكون هذه الطريقه وهذه الاداه اللي انت تستخدميها الان هي الاداه المستخدمه لهذا الفن، هل من الممكن اذا ما كنا نحمل هذه الاداه ان احنا نستخدم مثلا الفرشاه، او من الممكن ان تغير شكل الطبعه؟ الفرشة ممكن نستخدمها لو أنا بعمل على سبونج أو على حاجة مش رابر زي كده، لأن على الرابر أنا محتاجة أن اللون يبقى متوزع مظبوط قوي، فيعني نخليه على توزيع اللون. أنا بفضل أوزعه في كل الاتجاهات لحد ما أتأكد أن هو اللون عندي خلاص السطح مظبوط وهنا مظبوط بنزله، فأفضل حاجة. لكن طبعاً لو دوت مش متاح نجرب بالفرشة. يعني ممكن ان احنا نجرب بالفرشة، نجرب بس ده مور بروفيشنال، يعني دوت الافضل لتوزيع الالوان. أوه. اكيد عشان تضمنين فعلا ان انت توصلين للمساحة اللي انت تبينها كلها اللي انا عايزاها. صحيح. فهو يعني دوت افضل شيء، وافضل شيء كمان مش الاكريليك كولرز اللي انا مستخدماها، لا الحبر الانك، لان هو اللي مش هيطلع والكفرج بتاعته عاليه ولما ومش هيطلع بالغسيل ولا شيء. بس مي هذه الالوان ما تعتبر نوعا ما امن من الوان الانك او الحبر؟ المهم بين الحبر من الممكن ان يسير الى اماكن يعني يسيح في المفروض اني كنت احط الجلوفز. المفروض ان انت واحد يكون حاطط الجلوفز، واحد كل البريكوشنز ان هو ما يكونش مبوظ. عادي الفنان لما يبدع ويبدا يشتغل تحسينه ينسى الامور. خلاص نسينا، حتى احنا ما تذكرنا. فهو علشان الانك طبعا لازم الجلوفز، لان هو علشان نغسله او ننظفه مره تانية بحتاج ان انا بيحتاج حاجه زي الجاز والبترول والكلام ده، لكن ديت الوان بتنضف بتطلع النسخة كده انطبع زي ده. اكررها زي ما انا عايزة، يتعمل منه بقى شنطة، يتعمل منه سكارف، يتعمل منه مفارش، بيت شيت، كل شيء. اكيد يعني ممكن نستخدمها ايضا مي في الديكور، لكن مين نتكلم شوية شو العمل الفني اللي ممكن غير حياتك وفعلا ترك بصمة في هذا المجال؟ العمل الفني اللي غير حياتي او مميز بالنسبة لك؟ كنت عملت عمل فني قبل كده حفر وطباعة بس على الزنك، والزنك ما بيكونش سهل بالشكل دوت، بيكون لازم مطبعة لأن هو لازم مكان تقيل علشان ينزل تحته، وحفره أصلاً بيستخدم نيتريك أسيد وحاجات كده، فهو بيكون somehow dangerous إنك تعمليه لوحدك أو في البيت، لازم مكان مخصص. فبالفعل عملت عمل فني كان جرافيك أرت أو الحفر والطباعة عن زنك بليت، واشتركت فيه بمعرض في الأوبرا بمصر، وكان معرض عادي ما كنتش متوقع ان حاجة تحصل، وبعدين بالفعل خدوه ان هو خدت ريكوجنيشن يعني اوورد ان انا بقى من مقتنيات المتحف المصري كفنانين كبار، ففضل فعلا ثابت طول العمر ان شاء الله ان هو يفضل عمل ليا. فساعتها كنت I felt so proud طبعا، وحسيت ان الموضوع مختلف. من هنا بدات احب اكتر واكتر اني اشتغل بالحفر والطباعه. صحيح. يعني يمكن خلينا بما انك ذكرتي الحفر والطباعه، ذكرتي ايضا انه من الممكن ان يتم تطبيقه في الكثير خلينا نقول من الخامات المختلفه. نرجع الى فكره الحبر، هل من الممكن الحبر ان يطبق على الشيل او غيرها من او السكار فات؟ من الممكن أن يكون هناك لخبطة، حثينا عن كيف من الممكن أن يطبق هذا الفن في خامات مختلفة؟ في خامات زي كده مختلفة، هو أفضل شيء زي ما قلت الحبر، لأن الحبر الكفرج بتاعته عالية جداً، تغطيته مظبوطة جداً، مش هتلاقي في جزء فاتح وجزء غامق، لا اللون حطناه اللون نزل مظبوط، مهما غسلناه مش هيطلع، فهو ممتاز في كده. وهو بيكون اسمه لاينو انك، ودوت لاينو فهو بيكون تبعه، فبنستخدم على خامات كتير، على الشنط، على الكوشن، على البيت كفر، يعني عشان يتناسب مي مع كل الخامات. مي شو نطلع من الطباعه ونروح للجرافيك وتصميم الجرافيك، كلمينا عن هذا المجال وشو اكثر الافكار او الاهداف اللي تحبي توصلينها للمشاهد او للجماهير اللي يشوفون هذا التصميم.
هو طبعا الجرافيك ديزاين هو جزء لا يتجزأ من الجرافيك ارت، لان هو بتطور التكنولوجي بقينا عندنا برامج نقدر ان احنا نشتغل عليها البوسترز، ونقدر نعمل عليها نسخ متعدده من الطباعه بنسميها الطباعه ديجيتال. فدوت مهم جدا ان كل الناس او اي حد عايز ان هو يشتغل في المجال دوت وعايز ان هو يبقى محترف، ان هو يفهم ايه هي اسس التصميم، ايه هي الالوان، ازاي نعمل الوان كاتشي وكونتراستنج، ازاي نجذب المشاهد، نتعلم شويه حاجات في الارت تخلينا مختلفين وتخلينا اكتر بروفيشنال. فانا طبعا اشتغلت في الجرافيك ديزاين، كنت 5 سنين ديزاينر، وبعدين رجعت تاني رجعت معلمة هنا بالدولة، بس ما تخلتش عن إني أكون ديزاينر، بعمل ده وبعمل ده. فلازم الواحد يكون ملم بالعناصر ديت علشان يكون أكتر محترف، أكثر إبداع. فهي يعني يمكن بما أنكم ذكرتوا فن، خلينا نقول الجرافيكس، شو الأساسيات اللي يجب إحنا نتعلمها لدخول هذا المجال؟ لازم الواحد علشان يدخل فن الجرافيك أو يكون جرافيك ديزاينر لازم يعرف إيه أسس التصميم، إيه هي الـ elements و principles of art والديزاين، هما ما بيختلفوش عن بعض، بس هي الأسس إن هي الواحد يعرف يعني إيه الخط، إيه هو الدوت، الخط إزاي، في فن عبارة عن بس خطوط، فن عبارة عن بس دوتس زي pointillism، ففي فن ممكن يطلع او في ارت ورك ممكن يطلع او بوستر بس عن الشكل ده. فلازم يعرف ايه هو الخط، ايه هي اللون، ايه هي دايره الالوان، اهميتهم، ايه الالوان المضاده، زي ما هنا عندنا الوان مضاده علشان يكون كاتشي، فالاخضر مع الاحمر او الاخضر مع الاصفر، الازرق مع الاصفر، دي الوان اما بتعمل تباين بيقدر ان الواحد يعرف. فلازم يعرف كل الأسس التصميم والفن. صحيح. يعني رسمتي يعني فن تشكيلي وأيضا تصميم وأيضا طباعة، شو الأقرب لمي وشو فعلا الشيء اللي تحسينه يبرز شخصيتك أو يعبر عنها؟ أكتر حاجة هي الفن التشكيلي، وإن أنا أعمل الأعمال اليدوية دي، ودايما دايما يعني هدفي إن أنا إزاي نقدر إن إحنا نعمل يعني قطع انتجريشن او صحيح. نقدر ازاي نلم ما بين الفن التشكيلي وندمجه بالضبط مع الجرافيك ديزاين، اكتر ان يكون الديزاين مليان اللي هي قطع فنيه دوت اسمه اوريجينال ورك، مش اي حد يقدر يعمله غير الشخص اللي يعرف ان هو يبقى عنده حرفه او يعرف ان هو يبقى عنده تالنت. صحيح. فانا بحب الفنون، بحب ان انا اعمل فن تشكيلي واقدر اطبقه بالجرافيك. يعني في كل الفنون اللي انت تطبقيها احنا حقيقه نتمنى لك كل التوفيق في هذه الفنون، وشكرا لتواجدك اليوم معنا فنانة التشكيلية ميز هير، شكرا حقيقة على تواجدك معنا اليوم. يعطيك العافية.